وعلى الرب توكلت فلا تتقلقل نفسي أو فلا أضعف. تحس أن نفس امتداد الجو المزمور اللي فات كان بيقول له اللي يتكلوا عليك ما يكسفوش، هنا بيقول له أنا اتكلت عليك بقى فمش هتهز. فهو ماشي في نفس الاتجاه، على الرب توكلت فلا تتقلقل قدماي أو لا أتزعزع أو لا أضعف. يعني أنا اتكلت عليك خلاص، فمتأكد أنك هتعمل حاجة. ونفسي أحبائي المزامير لأنها مليانة موضوع الاتكال، كل ما نتأمل في المزامير ونصلي مزامير كتير فضيلة الاتكال بتزيد من غير ما نحس. وقد تكون الفضيلة دي أكتر فضيلة تريحك نفسيا. اللي تعب الناس إن هم مش بيعرفوا يتكلوا على ربنا، مش بيعرفوا يسلموا، الدماغ شغالة زيادة والحسابات والأفكار والكلام. إنما يا بخت اللي بيتكل على ربنا. المزامير كلها بدون استثناء بترفع درجة الاتكال. دي أحد بركات الصلاة بالمزامير. اللي بيتعلم يصلي مزامير ويركز فيها ثقته في ربنا بتزيد، في حياته بتبقى أسهل، سلامه بيبقى أعلى، لأنه خلاص سايب الأمور في يد ربنا، ومهما زنقت وداقت بتفك وما بيكسفش، بيشوف خبرات كل يوم مع ربنا، فالثقة عمالة تزيد.